السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الصحافة تقول، أقدمها لكم حسام باصهي ومع أبرز العناوين. التحالف العربي يعلن عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية. مجلس الأمن الدولي يصنف الحوثيين جماعة إرهابية. ترحيب يمني بقرار مجلس الأمن الدولي 26/24. والسفارة اليمنية في بولندا توضح إجراءات إجلاء الرعايا اليمنيين من أوكرانيا. أهلا بكم. أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تنفيذه 16 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية على مواقع للميليشيات الحوثية في محافظة حجة شمالي اليمن. وقال التحالف في بيان أن مقاتلاته الحربية نفذت 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة خلال 24 ساعة الماضية. وأضاف التحالف أن العمليات أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، فضلا عن خسائر بشرية في صفوفهم. صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس الاثنين على قرار جديد صنف بموجب المادة الأولى فيه الحوثيين كجماعة إرهابية. وبموجب هذا التصنيف سيكون بالإمكان اعتقال كل المنتسبين للجماعة خارج اليمن كأعضاء في مجموعة إرهابية. كما مدد نفس القرار حظر الأسلحة ليشمل جميع المتمردين الحوثيين في اليمن، قائلين أنهم يهددون السلم والأمن والاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب. وتم تبني هذا القرار أمس الاثنين بتأييد من دولة الإمارات العربية المتحدة بأغلبية 11 صوتا وامتناع 4 أعضاء في دول المجلس عن التصويت، وهم النرويج وأيرلندا والمكسيك والبرازيل. وصوتت روسيا المقربة من إيران لصارح القرار الذي يستهدف الحوثيين. وقال أعضاء مجلس الأمن أن الميليشيات الحوثية مسؤولة عن مهاجمة المدنيين والملاحة التجارية في البحر الأحمر والسعودية والإمارات. وكان مجلس الأمن قد فرض بالفعل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة ضد قادة حوثيين وكبار المسؤولين منهم. لكن هذا القرار يوسع بشكل كبير حظر الأسلحة ليشمل جميع الأعضاء في هذه الميليشيات الحوثية. رحبت الحكومة اليمنية في بيان لها بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 26/24 اليوم، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 21/40 للعام 2014. وأشادت الحكومة اليمنية بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى طالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية. وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية، مؤكدا أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام. مشاهدينا، وإلى هذا الخبر الرئيسي، حيث أصدرت السفارة اليمنية في بولندا تعليمات جديدة بشأن المواطنين اليمنيين الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية بعد الغزو الروسي لها. وقالت السفارة في تحديث جديد لتعليماتها أن دخول الأراضي البولندية للمواطنين اليمنيين سيتم لفترة زمنية لا تزيد عن 15 يوما بعد الحصول على تصريح دخول من ضابط حرس الحدود. ودعت السفارة المقيمون في دولة ثالثة وهي دول غير عضو في الاتحاد الأوروبي أو دول الشنغن ولديهم الرغبة في العودة إليها إرسال صورة من جواز سفر ساري الصلاحية، بالإضافة إلى نسخة إقامة سارية وحجز تذكرة سفر من بولندا إلى وجهتهم في الدولة الثالثة خارج دول الاتحاد الأوروبي. ونوهت السفارة لأن المسافرين الذين ليس لديهم إقامة في دولة ثالثة ويرغبون في العودة إلى اليمن عبر جمهورية مصر العربية عليهم إرسال صور جوازات سفرهم وإقامتهم في أوكرانيا، وذلك للتواصل مع السلطات المصرية لمنحهم تأشيرة ترانزيت في غضون أسبوع. وبسبب الصراع العسكري في أوكرانيا أوضحت السفارة أنه لن تكون هناك حاجة لاختبارات وإثباتات التطعيم وفترة التعافي، ولن يكون هناك أي التزام
بالخضوع للحجر الصحي. وللوقوف أمام المزيد من هذه التفاصيل المتعلقة بسلامة المواطنين والطلاب اليمنيين في أوكرانيا، معنا عبر الهاتف سعادة السفيرة اليمنية في بولندا الدكتورة ميرفت مجلي. أهلا بك دكتورة ميرفت على قناة الغد المشرق. أهلا أخي الكريم، وشكرا جزيلا على الاستضافة، الحديث على وتسليط الضوء على أحوال المواطنين في الأراضي الأوكرانية. دكتورة، في البداية نطرح عليك سؤال متعلق بهذا الموضوع. عقب التعليمات الجديدة التي أعلنتم عنها، ما هي الخطوات التي قمتم بها منذ بدء الحرب في أوكرانيا؟ أولا، مثل ما هو واضح عندنا في صفحة السفارة، وأعتقد تقريركم كان في تقريبا لكل ما قمنا فيه أثناء فترة الأزمة الأوكرانية. طبعا احنا في السفارة اليمنية قمنا في وقت مبكر بإطلاق نداء وتحذير لمواطنينا بضرورة وأهمية المغادرة إذا لم يكن هناك ضرورة لبقائهم ضمن الأراضي الأوكرانية. ثم بعد ذلك طلبنا من أيضا من مواطنينا إنه التسجيل ضمن في صفحة أو في الصفحة الرسمية للسفارة اليمنية في وارسو، وذلك أولا لمعرفة أعدادهم ولمعرفة أيضا وإملاء يعني بياناتهم وتوزعهم الجغرافي داخل المناطق الأوكرانية. وأيضا يعني عملنا على تدليل العديد من عملنا أيضا على سرد أو طرح عدد من التعليمات والتوجيهات التي قد تكون مثل أشبه بخريطة الطريق تساعدهم في الوصول السهل، لن نقول طبعا السهل، ولكن سوف تدلل أكيد من الصعوبات الذي ممكن يصادفونها أثناء انتقالهم إلى الحدود الأوكرانية البولندية، منها تحديد بعض المنافذ واستدلالهم ويعني وتوجيههم لمثلا نحن اليوم في منفذ ميديكا، وهو المنفذ الرئيسي الذي يستقبل العدد الأكبر من القادمين ومن العابرين من المقيمين سواء كانوا يمنيين أو جنسيات أخرى. ماذا بشأن طلبات المساعدة التي قدمت لكم من اليمنيين سواء كانوا طلاب أو أشخاص مقيمين في أوكرانيا، وآلية التواصل المتبعة معهم؟ هل تواصلوا معكم الطلاب بشكل مباشر أم أنتم تواصلتم معهم بشكل مباشر؟ نحن أخي الكريم نحن على تواصل تقريبا يعني بكل من نستطيع الوصول إليه سواء من الطلاب أو أيضا مقيمين، وتختلف طبعا تختلف تقديم المساعدة تختلف تتعدد أوجهها، منها مثلا على سبيل المثال هناك كثر مثلا من المقيمين ومن الطلاب منهم من فقد وثائق سفره نعمل على إصدار التصريحات، هناك مثلا الآن على سبيل المثال هناك في بعض المواطنين في مناطق عالية أو شديدة الاقتتال، نعمل أيضا على التواصل المستمر بهم لحثهم ونصحهم في البقاء في الملاجئ حتى تهدأ الأوضاع ويستطيعون من خلال بعد ذلك التحرك إلى المنافذ الحدودية. وبالنسبة للمواطنين الذي يعيشون في مناطق أقل توتر، ننصحهم أيضا بالخروج من هذه المناطق والوصول للمنافذ الحدودية الأوكرانية البولندية. نعم دكتورة ميرفت، منذ تشكيل خلية الأزمة لمتابعة أحوال المواطنين اليمنيين في أوكرانيا، كم تقريبا عدد اليمنيين الذين تم إجلاءهم وعدد الذين ما زالوا عالقين في إطار أوكرانيا، كم عددهم؟ هل لديكم إحصائيات؟ طبعا يعني خلينا نقول نتكلم على إحصائيات تقريبية. بالنسبة احنا منذ اطلقنا النداء وجهنا النداء لمواطنينا او لمواطنينا المقيمين في اوكرانيا بتسجيل بياناتهم الى هذه اللحظة تقريبا الذي سجل لدى موقع السفارة في حدود 350 الى 400 مواطن. طبعا الجاليات بحسب كمان ايضا حديث الجاليات والمقيمة هناك يقولون أنه أعدادهم تقريبا تصل إلى 700-800 مواطن يمني. بالنسبة للطلاب أيضا الطلبة أيضا هناك يتراوح عددهم من 250 إلى 300 طالب تقريبا. طبعا اللي
اللي حصل الآن اللي القادمين المواطنين اللي يدخلون متواصلين وأبلغونا بدخولهم إلى بولندا، يعد العدد ليس العدد ده. خلينا نقول ليس هو العدد الصحيح للقادمين. فالذين تواصلوا مع السفارة تقريبا يقدر عددهم بالأربعين مواطن، ولكن هناك كثر اللي دخلوا الحدود أو دخلوا الأراضي البولندية، طبعا على حسب كمال حديث الطلاب، ولكن إلى سبب يعني لسبب ما لا يتواصلون مع السفارة. نعم دكتورة ميرفت، اطلعنا على العديد من المناشدات لطلاب يمنيين على منصات التواصل الاجتماعي عن أوضاع سيئة يعيشونها الآن في بعض المناطق بأوكرانيا وخاصة خاركييف. البعض منهم تمكن من الخروج والآخر لا يزال عالق هناك، وهناك أيضا من انقطعت بهم الاتصالات. هل الحكومة اليمنية، هناك أيضا من قال أن الحكومة اليمنية لم تتواصل معهم حتى الآن، ما تعليقكم حول هذا الموضوع؟ بالعكس أخي الكريم، أنا يعني قبل ما تتفضل وتطرح هذا السؤال أنا أجبتك، نحن على تواصل بالجميع، من يتسنى طبعا، من يسهل أو من يتسنى لنا أو مع لدينا بيانات ونتواصل به. طبعا في المناطق اللي قلت لك فيها يكون حدة الاقتتال عالية والوضع الأمني أكثر حدة، ينصح دائما ننصح مواطنينا، وأنا لحد الآن على مدار الساعة تقريبا متواصلة بعدد كبير منهم في هذه المناطق، مناطق التوتر، وبعمل على طبعا على المنتظرين يعني ننصحهم بالبقاء في الملاجئ، لأن هناك فعلا هناك غياب الممرات الآمنة سوف يشكل تهديدا، ممكن تهديدا على حياتهم. فمن الأفضل طبعا ومن الحكمة تقتضي البقاء واللجوء إلى الملاجئ إلى أن تخف العمليات العسكرية والاقتتال في تلك المناطق. نعم سعادة السفيرة، أنت تحدثتي عن البيانات، لكن ماذا بشأن البيانات المتعلقة بحول سلامة الطلاب والمواطنين اليمنيين؟ هل تلقيتم أو أي معلومات بشأن ربما إصابة أو تضرر بعض اليمنيين في الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا؟ طبعا أخي شوف، إحنا الآن طبعا كتلقي رسمي طبعا لم نتلقى أي شيء، ونحن أيضا على تواصل دائم مثل ما أشرت، احنا على تواصل دائم بالمنظمات، من منظمات العمل الانساني، بالجاليات، بابنائنا هناك، لو اتصلنا اي بلاغ لاصابه يمني نتيجه عمليات القتال او العمليات العسكريه، الى هذه اللحظه لم تصلنا اي بيانات يعني مثل ما بعض الاحيان نرى على مواقع التواصل، لا يوجد هذا. صحيح أن هناك بعض اليمنيين في مناطق توتر، ولكنهم أيضا في الملاجئ إلى هذه اللحظة لا يوجد أي إصابة من اليمنيين. نعم، باعتباركم الجهة المختصة الآن بمتابعة أحوال المواطنين اليمنيين في أوكرانيا، ما هي طبيعة الظروف التي تعملون بها والمعوقات والصعوبات التي تواجهونها الآن؟ والله يا أخي يعني شوف، هي ظروف الحرب إجمالا بتفرض واقع استثنائي، واقع يصعب حتى الدول التي تمتلك إمكانيات كبيرة تجد صعوبة في التعامل مع هذا الواقع. ونحن اليمن أيضا منها يعني ضمن يعني بنعاني كما يعاني باقي الدول. طبعا من ضمن الصعوبات اللي احنا بنواجهها، طبعا احنا أهم حاجة سلامة أبنائنا، حتهم وسلامتهم، هذه من أولوياتنا. ونستطيع أن نقول إن إحنا إلى حد الآن يعني تقريبا أبنائنا بيبلوا بلاء حسنا يعني في الحفاظ على حياتهم. صحيح إن هناك اكتضاض وازدحام في المنافذ الحدودية، وصحيح إن هناك تعقيدات أحيانا، ويعني طول الإجراءات هذه أيضا من الأشياء اللي بيواجهوها أبنائنا، لكن الحمد لله المنافذ حين يدخلون المنافذ البولندية أو الأراضي البولندية بنجد هناك الإجراءات البولندية أكثر سلاسة، أكثر انسيابية، أكثر إنسانية. من ضمن الأشياء اللي بنشوفها يعني وبنتهز فرصة من خلال قناتكم بوجهها، أن يبقوا المواطن اليمني أن يبقى على تواصل دائم بسفارتي، أن يعمل على تبليغنا أين هو. إحنا بنفقد التواصل بعد ما يدخلوا الأراضي البولندية، تقريبا بنفقد التواصل، هم اعتقادهم المواطنين اعتقادهم ان احنا هنفرض قيود معينه على وجودهم، متى ما اتوا هنا لبولندا سوف يتم فرض قيود معينه عليهم، هذا غير صحيح.
نحن لا نمتلك الصلاحية بفرض أي قيود على أي مواطن. كل المقام الأول هو سلامة مواطنينا والإطمئنان عليهم وتدليل أي صعوبات ممكن أن يقابلونها. قبل السؤال الأخير دكتورة ميرفت، سأطرح عليك سؤال، كيف تردون على المغردين أو الذين يتهمونكم بأنكم مقصرين أو أن الجهات ذات الاختصاص غائبة تماما؟ كيف تردون على هكذا أقاويل؟ كيف يا أخي كيف يمكن أن نرد ونحن في المعابر ونحن في المعبر الحدودي في استقبال أبنائنا، في النظر لأحوالهم، في مساعداتهم، في تقديم كل سبل الدعم، سواء كان يعني المعنوي، سواء كان يعني تدليل كل الصعوبات اللي بس بنحاول دائما تدليل هذه الصعوبات. كيف يمكن أن يرد على ذلك بأكثر من هذا؟ يعني ما فليغرد من يشاء وليقل من يشاء، في الأخير نحن نؤدي عملنا بما يمليه علينا المسؤولية، من واقع المسؤولية، من واقع ضمائرنا المهني. سؤال أخير دكتورة ميرفت، ما هي الرسالة التي تودون إرسالها إلى أهالي الطلاب في اليمن لكي تطمئنونهم أو غيرها من الجهات الحكومية؟ طبعا أنا بقول للأهالي، أبنائكم في أعيننا، اللي داخل كل المواطنين اللي في داخل أوكرانيا هم أهلنا، هم أخواننا، هم أبنائنا. يعني لا نتعامل فقط من واجب المسؤولية كطاقم يعتد بالمسؤولية، وإنما نتعامل أيضا من الواقع الإنساني لهؤلاء. نحاول دائما تدليل الصعوبات لهؤلاء، ونطمئن الأهالي إن احنا سنبذل قصارى جهدنا في حماية أبنائنا وضمان سلامتهم وأمنهم إلى أن يعودوا إلى وجهتهم محل ما يريدون. نسأل الله السلامة لهم. نشكرك الدكتورة ميرفت مجلي، سفيرة اليمن في بولندا، على هذا التوضيح، ونقدر الجهود التي تقومون بها لأجل إخواننا وأخواتنا في أوكرانيا. مرة أخرى شكرا جزيلا لك. أخبارنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. افتتاح مطار الغيضة الدولي عقب إعادة تأهيله. مسام يتلف 1000 لغم حوثي في شبوة. عدنا لكم. تم يوم أمس الاثنين افتتاح مطار الغيضة الدولي بعد إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وعقب مراسم التدشين ألقيت عدد من الكلمات، كان منها كلمة لمحافظ محافظة المهرة الذي أشار إلى أهمية إعادة افتتاح مطار الغيضة وتأهيله للاستفادة منه في إنعاش الاقتصاد أو النشاط الاقتصادي والتجاري للمحافظة. وحث المحافظ في سياق كلمته وزارة النقل وهيئة الطيران المدني على ضرورة تنظيم رحلات جوية وتحديد سيرها من وإلى المطار بالشكل المطلوب لتفعيل نشاط المطار على الوجه المطلوب والأفضل. أتلف برنامج نزع الألغام مسام 1000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في مديريات بيحان وحريب بعد تفكيكها ونزعها من قبل الفرق الهندسية لألوية العمالقة وفرق مسام. وقامت الفرق الهندسية التابعة لبرنامج مسام بإتلاف الألغام والعبوات الناسفة والمضادة للدبابات على مرحلتين، حيث قالت الفرق الهندسية أن العبوات والألغام التي تم إتلافها زرعتها ميليشيات الحوثي في المياه والطرقات المؤدية إلى المدارس والمراعي والمزارع، وكانت تشكل خطرا على حياة المواطنين. وتستمر جهود الفرق الهندسية الدؤوبة في تطهير ومسح جميع المناطق التي فخختها الميليشيات الحوثية في مديريات بيحان وحريب. ونختتم جولتنا لهذا اليوم مع هذا الخبر، حيث وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الإنترنت عبر أقمار ستارلينك الصناعية التابعة لإيلون ماسك يوم أمس الاثنين إلى أوكرانيا، وذلك بحسب إفادة وزير أوكرانيا، حيث طلب من الملياردير المساعدة في مواجهة الهجوم الروسي. ورصدت مجموعة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت سلسلة من الانقطاعات في خدمة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وستساعد هذه المعدات في توفير الإنترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة. وكتب وزير الشؤون الرقمية في أوكرانيا مايكيلو فيدوروف في تغريدة: ستارلينك باتت هنا، شكرا إيلون ماسك، مع إرفاق صورة لشاحنة تحمل معدات ستارلينك. وتشغل ستارلينك كوكبة من أكثر من
2000 قمر اصطناعي هدفها توفير الإنترنت عبر العالم ولا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة. وقبل الختام جولة قصيرة مع رسومات الكاريكاتير. مشاهدينا بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه الجولة الصحفية، فلسنا نحن من نقول ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.